هاي جايز، السلام عليكم. مرحبا بكم معايا في هذه المدينه، مدينه سانتاندير. مغامره جديده ان شاء الله. هذه المدينه كاينه في الشمال ديال اسبانيا، مدينه صغيره بزاف ما معروفاش. اقرب مدينه ليها اللي معروفه هي بيلباو، بعيده عليها بساعه ديال الطريق. كاين واحد البارك ناسيونال قريب من هذه المدينه، هذا البارك سميتو بيكوس ديال يوروبا، فيه بزاف ديال المسارات تاع الهايكين. وان شاء الله هنا غندير واحد المسار فيه ما بين 5 ايام حتى 6 ايام، ما ساهلش الصراحه، ولكن غادي نتحدى راسي ان شاء الله باش نكملو. هذه هي محطه ديال الكيران، انا عندي الكار مع 5 ديال العشيه، بقى لي والو. هذه 4:30 تقريبا، دونك خصني نهبط لتحت باش نشد الكار اللي غينطلق مع 5 لواحد البلاصه سميتها فوينتيد. ها هو التليفيريك اللي غنطلع فيه الصباح، غيبان لكم من هنا. غادي نشدو ان شاء الله غطا مع الصباح، غادي طلعنا حتى لهاديك البلاصة الفوق لهيه، من تما ان شاء الله غنبداو الهايك. خير Thank you.
صحيح هذيك الدبابة هي سوتريست ما فين غادي نبات. شتتنا واحد الشتا ديال بصح كاع فزقت لكن ديري تا ما شاء الله درت ليه لامبيرميابل مي الحمد لله. ملي مشات الشتا جات الشمس وهي تعطي واحد اللون واعر زوين في الصخور ونجوم. نهار ثاني ان شاء الله 18 كيلومتر من كوتريس فاش كاين انا دابا الفيلاج حتى لواحد الريفيوج سميتو فيغا ديال اورييلو. ان شاء الله تكون سهله. نتمنى ان شاء الله الجو حتى هو يعاوننا ما طيحش الشتا. هذه تقريبا 10 ديال الصباح جو رائع من ورايا واحد الديكور يا سلام. يلا نبداو على بركه الله. Thank you.
ليطاب الثاني الحمد لله از دان. هاي لاطون ديالي عاد قديتها، كانت فيها 4 ديال السوايع من سوطريس حتى لهاد الريفيج هذا. الناس مطونطين حدايا، عامر هنا بلي طونط، مي الريفيج عامر. الا بغيتي تبات في الريفيج كيخصك تريزيرفي، مي ممكن تاخذ منه الماء الضو. وهذه هي البيكوس ديال اوروبا اللي ورايا، تبارك الله ما شاء الله كبيرة تبارك الله. كاين واحد جوج ولا ثلاثة كيديرو الالبينيزم، ما كيبانوش، كيبانو صغار فريمون، هادشي كيخلع صراحة.